وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دولة فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا. إن نحن أحسننا، نحن أحسننا. أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف، ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف. ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف، فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنه درس يردد كيف نحياها ونحييها. من سنقابلهم اليوم وضعهم مختلف، لذلك كان لابد أن نلتقي بهم بطريقة مختلفة. هم أشخاص فقدوا نعمة المشي صغارا وكبار، صعبت الحياة عليهم وأثقلت صدورهم، فساقنا القدى لنعرف قصصهم ونحاول التخفيف عنهم، ونرجو أن تكون لهم بذلك سعادة جديدة. اسمك نادية؟ كم عمرك؟ 11 سنة. تروحي المدرسة؟ تدرسي؟ بس بطلت. ليه بطلتي؟ لأنه ما بدي أدرس فيها المدرسة. ليه؟ شو فيها المدرسة عشان ما بدك تدرس فيها؟ ما بيها إشي، بس أنا مو حابة رياضة. أنت درستي لأي صف؟ الصف الثالث. صف الثالث، ومن الثالث وقفتي. طيب ما بدك تقولي لي ليه ما بدك تروح المدرسة؟ هيك أنا مو حابة. ليه؟ شو السبب يعني؟ يعني لازم في سبب. يعني لما بتقولي لماما انا ما بدي اروح المدرسه بتقولك ليه؟ يا نادية اجيب لك مناديل؟ اوه هلا شفتكي على طول طلع من ديريا. انا لو طلبت فلوس يمكن ما تجي. شوفي بعيد لك هلا الحركه، شوفي بعيد لك الحركه. بدي مناديل. اجت المناديل.
شوف كيف؟ أنا ساحر. هلا بعمل لك حركة ثانية. أنا أقدر أخلي المناديل تطير. بتصدقي ولا ما بتصدقي؟ بتصدقي؟ أقدر ولا ما أقدر؟ أول شيء مسحي دموعك. أخذي واحدة. أيوة. يلا مسحي دموعك. غمضي عيونك. غمضي عيونك، لا تفتحي. غمضي عيونك، ما تفتحي. ما تفتح عيونك. طيب يلا فتح عيونك. هلا هذه منديله واحدة صح؟ هذه منديله واحدة. أنا لما أرميها كم راح تنزل؟ منديله واحدة صح؟ طيب أعمل لك إياها سحر أخليهم ينزلوا 7 10 بيصير ولا ما بيصير؟ ما بيصير صح؟ لما أسحب واحدة راح تنزل، راح تنزل واحدة صح؟ طيب شوف الحركة. أسحب واحدة. كم واحدة نزلوا؟ كم واحدة؟ شفتي أنا ساحر. فعشان أنا ساحر أنا بدي إياك تقولي لي شو تتمني؟ بعدين نرجع لموضوع المدرسة. يلا شو منيتك يا نادية؟ تحلمي بشو؟ عم أعمل لك سحر أنا من الصبح وتعبان وهيك وأبرك أدبر. يلا شو منيتك؟ أتمنى إني أمشي. أنا أبشر. ميت أنا أبشر. أتمنى من ربي إنه الناس يوم شاهد. أنا أول شيء الحمد لله أتمنى إني أمشي. إنه أرجع أمشي على طريقي. أرجع زي قبل أمشي وأموري تمام، ما بدي أكثر منها. ليه بدك تمشي؟ طيب غير المشي. شو بدك؟ شو منيتك؟ شو منيتك؟ بس أمي تيني. الله يكتب لك الخير. بس بدي أعرف ليه ما بتروح المدرسة؟ ليه بدك تغيري المدرسة؟ لان طلع أمي وأبوي يدفع مصاري، وأنا ما بدي أمي وأبوي يطلعهم يدفع مصاري. انت قلتي لهم هالحكي، هم بيعرفوا ان انت ما رحتي عشان هم يدفعوا مصاري؟ هم ما بيعرفوا صح؟ انت بس قلتي لهم ما بدي اروح المدرسه، وهم ما بيعرفوا ان انت ما رحتي عشان انت ما تخليهم يدفعوا فلوس صح؟ انت عمرك كم؟ 11 سنه؟ ما شاء الله، اذا انت 11 سنه هيك بتفكري. شو بيشتغل بابا؟ ما بيشتغل. ماما شو بتشتغل؟ أمي بتروح على الزيتون. على الزيتون، آه. بتشتغل في الزيتون. شو بتحبي تصيري لما تكبري؟ بحب أصير صالون. تحبين تصيرين صالون؟ أنتي صالون؟ ما ينفع أنتي تصيري صالون. ما ينفع. أنا أحب أصير أنا سيارة. كيف أصير سيارة؟ أنت شو تحب تصير؟ طاولة. هذه يحب يصير طاولة. أو بتحبي يكون عندك صالون صح؟ ليه؟ عشان تعدلي شعر الناس؟ أنت شعرك طويل عشان هيك. أشوف لفي لفي هيك لفي. بدنا نشوف شعراتك. يا سلام. عشان هيك بدك تصيري صالون. طيب يا نادية، أنا عندي هدية إلك. تحبي تكتبي؟ ترسمي انت؟ هذا دفتر انا بحبه كثير، هذا عشان تكتبي فيه، تكتبي اسمي. انا اسمي غيث. شو اسمي؟ غيث. غيث هذا العلم تبعه، خلي عندك. طيب طيب يا نادية، خذي هذا، خذي افتحيه، حاولي تفتحيه. شو هذا؟ هذا عشان تروح المدرسة، عشان بعد ما تفكري بابا في فلوس ما في فلوس، سكري الظرف، بتروحي بتعطي المصاري لبابا، شو
تقولي له بابا هذا عشان انا اروح المدرسه، انا ما كنت اروح المدرسه عشان انتم ما بدي اياكم تدفعوا فلوس. اتفقنا؟ اكيد راح تروح المدرسه؟ قولي والله. والله. شو والله؟ حروح المدرسه. تروح المدرسه. اشوف سوي هيك في شعرك. سوي هيك. يلا يعطيك العافيه. نلتقي على خير. مرة تانية ما بتزعلي. طيب؟ يلا مع السلامة. والله أنا كل مشكلتي بالحياة بس إنه على الأطفال بس، نادية وسامية. إشي يعني هيك اللي يكونوا مبسوطين منه، ألعاب، إشي يفرحهم بالحياة. يعني هم محرومين. الحمد لله رب العالمين. احنا اخر فتره بيقول للدكتور، قال للدكتور بده عمليه متر رجليه ما لها علاج. من جواتي بتقطع، احس حالي اني خلص لازم انه لو ما الواحد يعني يقول على ملة الاسلام ولا انتحر يعني. يعني انا لو صح لي اكون انا قاعد مكانهم وهم يمشوا والله ما بقصر، بس خلاص هم نصيبهم من الدنيا هيك. الحمد لله رب العالمين. شو سبب إعاقتك سعدي؟ أنا شلل أطفال. الله يحفظك إن شاء الله. شو أمنيتك سعدي؟ أنا؟ أمنيتي؟ والله الواحد بدي أحكيها بس مستغربين وياه. طيب قولها أحكيها. أنا أمشي. أمنيتي أن أنا أمشي، مش أمنيتي أن أظني هناك يعني. في أمل أن تمشي؟ لا. المشي هذه من الله. نعم بالله. وأنت المفروض تكون راضي. الحمد لله يا شيخ أكيد. متقبل. الحمد لله أنا راضي وما شاء الله علي والصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. أنت تشتغل؟ لا والله قاعد. كيف عايش؟ ما في حد يساعدني يعني. ابني صار لي تقريبا ابني صار له 6 سنوات ما بيحكي. ما بيحكي. ليه ما يحكي؟ النطق عنده خفيف. عشان النطق قال لي خلال 10 أيام ابنك بيحكي. 100 دينار. طب انت يعني 100 دينار تقدر تنقل ابنك. وما في. بس المشكلة انت قاعد تشوف ابنك وما بيحكي وانت بتتألم ومش عارف شو بدك تساوي. انت اصلا مش عارف شو بدك تحكي لابنك يعني. امانه يا مار يعني امشي يعني امانه ما تلاقي معي عمري تقريبا 40 سنه ما تلاقي معي شيء من جدي او بنتي تقول لي بابا اعطيني مصروف اروح المدرسه ما معي اعطيها ما معي اعطيها. صارت معي اكثر من مره من يوم مره صارت معي ما في يعني. انا بتقاضى راتب 819 دينار وبروح لايجار البيت يعني بصراحه ابني خنقت. خلينا سادي. شو اسمك قلت لي؟ فخر. تفضل هادي. هادي عشان ابنك يرجع يتكلم ان شاء الله. والله؟ صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رجل انت ملك ملائكة الدنيا يا رجل. يا الله.
الله يكتب لك الخير. يا الله يا رب العالمين. الله يكتب لك الخير. احنا اخرناك بس عشان نقابلك ونفاجئك بس هذه. انا نقابلني يا رجل انت. والله العظيم رب العباد كان بسدري ذيلي. ايش وراه يعني ايش وراه. يا رب ان شاء الله دائما ما يكون موجود. هذا جزء من اللي راح يوصلك السالفه. يا الله يا رجل انت ملك كلكم ملك. الله يبارك. والله العظيم رب العباد. الله يبارك فيك. احنا اسباب فقط. الله يجزيك بخير يا رب. يا رب. مبسوط هيك؟ انا مبسوط بتابك بتعيط بتابك بالصوت بتابك جد. الله يكتب لك الخير. يا رب يا رب دائما تكون مبسوط. نضال؟ كم عمرك نضال؟ 31 سنة. ما شاء الله. نضال انت شو فيك؟ من شو تعاني؟ انا شغل دماغي نزل على رجليها. على رجلك؟ يعني ما بقدر امشي الا اذا امسك هاي اثبت في شيء امشي او اركب اي احد ينزل. يعني ما بقدر اتحكم الا اذا اقف هاي اثبت حالي فيها. فما تقدر تمشي؟ ما اقدر امشي اقف على جاي من المطبخ. تشتغل انت نضال؟ لا. ليه؟ شوف انا بالنسبه لي الشغل عادي وبالنسبه لي نهائي. ليش؟ لان الشغل للشباب اللي بيقدروا يمشوا. اما انا عشان وضعي هذا اللي انا شايفه انت قدام عينك ما بقدر امشي. شو تتمنى نضال؟ هو سبب اتمنى ان رب العالمين يرضى عنا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ثاني شيء؟ ثاني شيء رزقه من عند الله. شو هي الرزق اللي يعني مثلا انه تكون معي فلوس اني اشرب حالي اوكي اشرب زيك الحمد لله هاي اكثر من هيك ما اقدر اقول لك شو بدي اسوي. طيب هذا الكرسي اللي عندك من وين مين جاب لك اياه؟ والله اشتريته مستعمل يا رب. اشتريته مستعمل؟ الكرسي الكهربائي بيمشي معه؟ انا لك صراحه الدغري الكرسي مثلا الكهربائي بس انا صراحه ما ادري صعب اني اشتري. الناس برا بيتنمروا عليك بيقولوا لك كلام غلط ولا لا؟ مشلول اطعج مخروج ليك السوالف بس انت عرفت ايش على اسمك يعني. اسمي غيث. غيث غيث من الامارات. من الامارات. الله يحييك. المصاري تروح تيجي يا غيث. صح. المصاري تروح هسه معي هاي 5 دنانير اصرف لحالي بدي نروح كمان شوي جزء الله يرزقني بالشارع. صح. بس انا اللي مشتاق له كثير الكرسي الكهربائي. طيب نضال تفضل هاي فيك تفتحه؟ اسمع اشتغل قرب لي على الطاوله. عطني ايدي هاي ما تساعدني هاي. لا خلص ما يحتاج. ايدي مفتوحه لا. نضال هذي عشان تجيب كرسي كهربائي. ماشي. اسمع اشيل من الجزام من هنا او من جوا لانه هسه مغاتل انسرق بالشارع. انت شيل لي اياها من هون لان فوت الجزام الداخلي اللي برقبتي. هون حالي ذلك انا معي طيب ان شاء الله. عندك جزدان جوا. الشارع ما حد يعرف فيه المصاري. تقدر تشتري احنا راح نجيب لك الكرسي الكهربائي. طيب؟ ماشي. هيك راح تكون مبسوط؟ ايه 65,000 بالراحة. يعني انا مرتاح بدي اطلع مشوار في المخيم هون. ملكة. طيب. الناس للناس يا نبال. اشي اكيد. والدنيا دائما بخير. الله والله هاي الكلمة اللي بدي احكيها لكن انت حكيتها قبلي. لسه الدنيا بخير لسه الدنيا بخير. تطلع مشوار مخيم.
متى ما تمشي حسين؟ من سنة. من سنة. شو السبب؟ حادث سير. سيارة دمتك يعني؟ لا، كنت طالع مع صاحبي لي. كنت جنب السايق. طيب شو مشكلتك انت تحرير؟ والله تشوهت خطية من عقلي. من متى ما قدرت تمشي؟ أنا صلى سنة حمر وأنا عمري 5 سنوات. الحمد لله رب العالمين. أعطيك تترب العالمين. صدق؟ نعم. نعم بالله. لكنه في له علاج يعني مش ما العلاج. يعني حالتك فيها علاج؟ وصلت مع دكاترة تركية. ليه زعلانة؟ لأن أول شيء الحمد لله راح أمري. الحمد لله. وهذا بعد يعني أنت عم تقولي الحمد لله. دائما متقدمينها فالحمد لله لكل حال. عشان بشوف كل الناس بتروح وبتيجي وانا يعني ما بقدر اروح ولا باجي. وانت شو اللي موقفك ليش ما رحت لهم؟ ما فيش والله ماديات، ما في مصاري. شو ميتك؟ ميتي انه عليك دعم يديني وانا عايش سعيد انا ولادي وزوجتي. بتمنى يكون عندي غرفه لحالي يعني. غرفه لحالك؟ ليه في البيت ما عندك غرفة؟ لا كنا بننام نفس الغرفة. عندك سرير؟ لا ننام على الفراش. على الأرض؟ إنه أرجع مش عتري. أرجع زي قبل أمشي وأموري تمام، ما بدي أكثر من هيك. الله يجزيك الخير. قولي لأمك جيب لك سرير طبي. تعالج نفسك وترجع تمشي. الله يجزاك الخير. لا لا مش مصدق انا صراحه يعني. نخطو في الحياه خطوات كثيره لنتعلم لنعمل ولنسعى. لعلنا اعتدنا ان تكون هذه الخطوه امرا مفروغا منه فصارت نعمه مألوفة منسية. ربما وحدهم من فقدوها يعرفون قدرها بحق. خطوة أنعم الله بها علينا اليوم، إن مشيناها باتجاه بعضنا قد تصنع الفرح، فلنغتنمها.